بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على السيل ديفيجن أو انقسام الخلية. الحقيقة طبعا لازم نعرف، نتكلم أول حاجة على السيل انكريز، ازاي الخلايا بيحصل لها زيادة، لأن السيل ديكريز يعني ازاي الخلايا بيحصل لها نقصان. في الجسم أو حتى في الحياة تلاقي اوبزنج ايفنتس، يعني أحداث متضادة. Always keep body in the balance، يعني تحافظ على اتزان الجسم. To maintain the homeostasis، يبقى عشان يبقى فيه اتزان في الجسم لازم تبقى فيه أحداث متضادة. زي إيه؟ زي الكارير بروتين مثلا، ترانسبورت المولكيولز in and out of the cell. يعني لو أنت عندك الخلية كده هتلاقي فيه كارير ترانسبورت بيحرك المواد داخل الخلية وخارج الخلية علشان يحافظ على الاتزان. البيئة الداخلية زي ما قلنا عليه قبل كده بيسموه الهوموستاسيس. طيب حاجة تانية، اكزامبل تاني غير الكارير بروتين، الانسولين ده هرمون والجلوكاجون برضه هرمون. الانسولين هرمون is used to decrease the blood sugar، بيقلل سكر الدم، مستوى سكر الدم. طيب الجلوكاجون ده هرمون تاني بيعمل increase لل level of glucose in the blood، يعني بيرفع سكر الدم. يبقى هرمون يقلل سكر الدم وهرمون تاني يرفع سكر الدم، والمحصلة ان يبقى فيه homeostasis، يبقى فيه اتزان لمستوى السكر في دم الانسان. كذلك برضو بالنسبة للخلايا، عشان تفضل الخلايا at appropriate levels، يعني مستويات الخلايا مستويات ملائمة داخل الجسم، وتفضل عدد الخلايا لا هي زيادة ولا هي نقص عن المعدل المناسب في جسم الإنسان أو في جسم الكائن، لازم يبقى فيه opposing processes أو events keep the number of the cells in the body at the an appropriate levels، يعني على مستويات ملائمة. الحقيقة العمليتين بيتم بواسطة عمليتين. أول عملية اللي هي بسموها السيل ديفيجن، انقسام الخلية، that increase the number of somatic cells، اللي بتزود عدد الخلايا الجسدية. النوع الثاني apoptosis، اللي عملية بسموها apoptosis أو programmed cell death، اللي هي موت الخلايا المبرمج، which decrease the number of the cell. يبقى أنا الوقت في جسمي two process، عمليتين. process number one اللي هي cell division، انقسام الخلية، اللي طبعا بيزود عدد الخلايا. ال second process اللي هي apoptosis أو programmed cell death، موت الخلايا المبرمج، which decrease the number of the cell، علشان يبقى العدد بتاع الخلايا at an appropriate levels، يعني في مستويات مناسبة وملائمة. these two events اللي هم ال opposing events keep the number of healthy cells in balance، ودول بيحافظوا على عدد الخلايا الصحيحة داخل الجسم الإنسان في الاتزان. mitosis or cell division and apoptosis are normal for growth and development. عملية الانقسام وعملية موت الخلايا اللي هي cell increase and cell decrease normal process، لازم تتم بشكل طبيعي، ودي مهمة جدا عشان يحصل ايه؟ normal growth، نمو طبيعي، and normal development، و نمو طبيعي أو تطور طبيعي يعني. طيب some cells die to give the shape of the organism، يعني في بعض الخلايا بتموت عشان تحافظ على شكل الكائن الحي، يبقى دي عملية cell decrease. زي التادبول مثلا، تور أبو زنيبة اللي هو التور ده، اللي هو شكل الماء اللي بيعيش في المية في الفروج في الضفدعة، it deletes its tail cells، تبدأ تختفي الزيل بالشكل ده، يبدأ يختفي خالص لحد ما تتحول تبقى الأدلت فروج، الضفدعة بالشكل الناضج ده ما فيش فيها ديل. يبقى الديل ده اختفى عن طريق ايه؟ عملية اسمها cell decrease اللي بسموها الأبوبتوزيس. human embryos are also thought to be used apoptosis to remove the webbing between the fingers and digits، ما بين أصابع الإيدين والرجلين هيبقى في غشاء، الغشاء ده بيختفي قبل عملية الولادة طبعا بفعل عملية الأبوبتوسيس اللي هي الموت المبرمج للخلايا. this event is as a result of apoptosis، سواء كان التدبول بيستخدم apoptosis أو حتى كمان الهيومن بيستخدم
الابوبتوزس تو مينتين الشيب عشان يحافظ على شكل الايه الكائن. ابوبتوزس اوكير ات اول تايم، يعني تلاقي الابوبتوزس بتحدث على طول في معظم الاوقات. اف ذا سيل بيكام اب نورمال ديث اوف ذا سيلز اوكير باي ابوبتوزس، يعني لو خلية أصبحت غير طبيعية abnormal يعني غير طبيعية، اللي يحصل لها لازم يحصل موت للخلايا، ويتم طبعا الموت مش موت عشوائي لكن موت مبرمج، وتموت بس الخلايا اللي فيها مشكلة عن طريق الأبوبتوزس. ليه؟ to prevent the tumor development، لأن الخلايا لو فيها مشكلة هتتجمع مع بعضها، تتجمع مع بعضها ويبقى في تتورم كده، تتورم ويبقى في نمو للورم، وبالتالي الأبوبتوزس lead to death the abnormal cells to prevent a tumor development، عشان تمنع نمو الورم. النورمال سيلز في الخلايا العادية طبعا لو الـ DNA حصل له دامج stop the cell in G1 stage. هنتكلم دلوقتي نقول ان في سيل سايكل دلوقتي موجودة كده، السيل سايكل فيها انترفيس، والانترفيس ده متقسم لثلاث مراحل الـ G1 والـ S والـ G2. لو في الخلية دامج في الـ DNA على طول الخلية تتوقف في مرحلة الـ G1، الخلية نفسها تقف في الـ G1 وفي الحالة دي بيسموها G0، وتبدأ تعمل عملية try to repair the damage. الخلية ذكية تبدأ عرفت ان في مشكلة، تقف في مرحلة الـ G1 وتبدأ تعمل عملية try to repair the damage by using the normal B53 protein. يبقى this is a normal cell healthy cell. لو حصل اي injury اي ضرر نتيجة الراديشن او البليوتنت اي مواد ضارة يقوم يؤدي الى في خلل اهو باللون الاصفر ده اللي هو في الكروموزومز او في الدي ان ايه. Now the cell stop in G1 and try attempts to repair the error، تحاول ان اصح الايه الاخطاء. If the cell try to repair and success to repair all errors repaired، خلاص يبقى كل الاصفر بقى لون ازرق بقى طبيعي يعني. If the cell tried to repair but failed to repair، فشلت انها ايه تعمل repair لكل ال errors الموجودة، اللي يحصل the cell will divide، لما تنقسم هتضاعف ال error ده جواها، ولما تضاعف ال errors داخل خلية اصبحت خلية غير طبيعية، وبالتالي لازم يحصل لها ايه ابوبتوزس، وتتفتت وتنفجر كده وتتحلل الى جزيمات صغيرة بسيطة الابوبتوزس. اللي بيسرب عملية الريبير وبيسرب عملية الابوبتوزس بروتين اسمه البي 53. طيب but if DNA repair is not possible، زي ما قلت ان the cell try حاولت لكنها فشلت انها تصحح كل الايه الاخطاء. So normal B53 اللي هو كان بيقول لها صححي الخطا، يقول لها induce الابوبتوزس، بيحفز الايه موت الخلايا. هو الاول حاجه يحفز الخلايا انها تصحح الاخطاء، ما قدرتش تصحح الاخطاء يحفز الخلايا انها ايه انها تموت من خلال الابوبتوزس. B53 is a polypeptide protein chain، هو عباره عن بوليبيبتايد يعني بروتين، وزنه 53 كيلو دالتون، عشان كده بسموه B53. ال B53 is a tumor suppressor protein. إذا كان هو الوقتي ال B53 يحفز الخلايا إنها تموت تموت الخلايا الغير طبيعية، يبقى هو على طول إيه بيمنع نمو الإيه الأورام، وبالتالي هو tumor suppressor protein مانع ومثبط للورم. And some tumor cells، والخلايا اللي تلاقيها ورمية تلاقي إن هي تفتقد الإيه lack active B53 protein. لو حصل ميوتيشن في الجين، اتفقنا لو في جين الجين ده لما يحصل له اكسبريشن هيديك بروتين، فال B53 جين لما يحصل له اكسبريشن هيديك B53 بروتين. لو حصل اي تشينج نتيجه التلوث او راديشن او حاجه، يحصل ميوتيشن طفرات في ال B53 يؤدي ان يحصل altered وي ان اكتيفيت ذا نورمال B53، يبقى ال B53 اللي الناتج ده هيبقى ان اكتيف او يحصل له تشينج موديفايد، وبالتالي lead to loss of regulation of cell cycle control، تفقد الخلية على التحكم في دورة الحياة. وده لما الخلية تفقد قدرتها على تنظيم دورة الخلية cell cycle بتاعتها، ده اسمه cancer. يبقى الكانسر عبارة عن loss of cell
cycle control أو loss of regulation of cell cycle control، يعني فقدان تنظيم أو التحكم في دورة الحياة الخلية، وده ناتج منين؟ من إن يحصل فيه أي mutation في الـ B53 اللي يؤدي إلى change في الـ B53 protein، وده يؤدي إلى loss of regulation of cell cycle control.